السلام عليكم جميعا أصدقاء وجمهور قناة حواديت رعب الأعزاء. صديقة البرنامج الغالية دلال اللي دايما بتبعت لنا تجارب حقيقية سواء عاشتها بنفسها أو تواصلت مع الأشخاص اللي عاشوا التجربة بأنفسهم. المهم هي تجارب لبشر تواصلوا أو حصل صدام ما بينهم وما بين عالم الجن، وبيتم نقل التجربة دي أو سرد بعضا من الحقائق أو المعلومات عن عالمهم عن طريق البشر. تجربة النهاردة أو بمعنى أدق المعلومات اللي هنسمعها من شخص ما أيا كان هو أو هي إيه، معلومات فعلا جديدة وغريبة، والأغرب من كده هو الشخص اللي حكاها. يا ترى إيه هي الحكاية النهاردة؟ ده اللي هنعرفه من دلال اللي هتحكي لنا وتقول. دايما بنسمع عن قصص من أشخاص عاشوا مع عالم الجن، وبنحاول نعرف منهم تفاصيل عن الموضوع ده، وكمان بنحب نعرف شعورهم أثناء الأحداث وإزاي قدروا إنهم يتجاوزوا الصدمة بعد المواقف اللي حصلت معهم. لكن إيه رأيكم النهاردة إننا نعكس المراية وأخليكم تسمعوا القصة النهاردة بلسان الجنية نفسها؟ بالظبط اللي سمعتوه صحيح، قصة النهاردة هتكون على لسان جنية وهتحكي لنا شوية عن حياتها وعن عالمها ومخاوفها وإيه اللي بيحصل معاها لما بتتعامل مع البشر، وهل عالمهم زي عالمنا ولا بيختلف، وإيه هي الاختلافات. بقول لكم إيه، تعالوا نسمع الجنية هتقول لنا إيه النهاردة. النهاردة حبيت أعرفكم عن حياتي شوية عن طريق التواصل مع صديقتي واللي حكت القصة لدلال وبدورها وصلتها ليكم عن طريق قناة حواديت رعب، وأكيد بصياغة علاء حسان علشان توضح أمام حضراتكم الصورة بشكل أفضل. المهم أني اتولدت في عيلة يهودية، كنت في عيلتي أوسط إخواتي، درست تخصص لغات. يمكن تستغربوا من الشيء اللي هتسمعوه لكن ده فعلا حقيقي، وكل من يتعامل مع الجن سواء كان مسلم او غيره، سواء كان علوي او سفلي، هيأكد لكم المعلومة دي. واثناء ما كنت في الدراسة كانت عندي واحدة صاحبتي زيكم كده انتم بالظبط. حياتنا كانت عادية، بنمتلك مشاعر وبنكون صداقات، ويمكن نحب ونعشق ونتجوز ونخلف كمان. المهم صاحبتي دي كانت مسيحية، فأهلي كانوا رافضين شوية تواصلي معاها، خاصة لما لاحظوا اني بديت اميل لتغيير الديانة، لكنهم ما توافقوا على اعتناق المسيحية بصعوبة كبيرة، وده كان بعد عدة محاولات اقناع كتيرة ليهم. المهم كنت بحب أدرس واكتشف لغات جديدة، وتعلمت بسهولة كبيرة لأن أصلا موهوبة في الأمور دي، وانتمائي لعالم اللغات ده عرفني باللغة العربية لأني من بلاد أجنبية وعمر ما سمعت عن اللغة العربية دي قبل كده، لأن أهلي بيمنعوا أي شيء يرتبط بيها بالرغم من أنهم ما بيعرفوها، وده اللي اكتشفته فيما بعد، وهو كمان السبب اللي شدني أكتر ليها، وأصبحت أتعمق جدا في معانيها الحلوة شوية بشوية لحد ما تعرفت على الديانة الإسلامية. بصراحة كان جوايا شعور مزدوج ما كنتش عارفة أوصفه وقتها، لأني عارفة وفهمة كويس كره أهلي للمسلمين والديانة دي كلها، لكن في نفس الوقت كان ربنا رايد لي الهداية، علشان كده كنت برتاح جدا لما أقرأ سطور عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. والحمد لله
بعد بحث وجدت أول كتاب قرآن وقدرت إني أقرأ منه سورة الفاتحة. لقيت نفسي حفظتها وبرددها كتير، وفي مرة وأنا بقرأ اتفاجئت بوجود أبويا واقف ورايا وبيبصلي بغضب وكأنه هيقتلني، ولما عرف أخويا برضه فضل يهددني وحبسوني ومنعوني أتعلم أي شيء تاني. وبعد فترة أخويا اقترح إن هما يدخلوني مدرسة لتعليم السحر علشان أبعد عن موضوع الديانة الإسلامية، ولأن مرات أخويا كمان كانت عيلتها تنتمي لمجتمع السحرة وكانت بتفتخر بيه كتير جدا، وهي بتحكي عن تجاربهم وعن جرائمهم في حق البشر وخوف الإنسان وفزعه، وصريخه كان بالنسبة ليهم كأنه لحن موسيقي عزب. المهم إنهم تقرروا يضموني المدرسة، وأنا كنت برفض الشيء ده من جوايا لأن كنت فاهمة إن السحر مش حاجة كويسة ومبنية على أذية الإنس بدون ما يعملوا أي حاجة تستاهل. فقررت إني أهرب من عندهم، وطلبت وقتها من ربنا إنه يساعدني إذا كان فعلا موجود وإذا كان دين الإسلام هو دين الحق. في أول يوم ليا في المدرسة بعتوني علشان أعرف معلومات عن شخص عن طريق قرينه، وأرسلوا معايا شخص علشان يوريني إزاي أتواصل مع القرين وإيه اللي لازم يتعمل. وبالفعل رحنا وهو اللي عمل كل حاجة، وفضلنا على نفس الوضع ده لمدة 3 أيام. أصل في عالم الجن الوقت بالنسبة ليهم شيء مقدس وما ينفعش يخطأوا في الموضوع ده، وعقوبة اللي عطلهم عن شيء بتكون كبيرة جدا وشديدة. وفي اليوم الرابع بعتوني لوحدي علشان أروح لشخص تاني وأعرف معلومات وأسرق أي حاجة منه. أنا في اليوم ده قررت إني أهرب منهم، لكني تراجعت لما لمحت إن فيه واحد بيراقبني، فعرفت وقتها إنهم لسه مش واثقين فيا ولو هربت هيجيبوني ويقتلوني. فقررت أخد معلومات عن الشخص وأخدتها، ولما سألني الأستاذ سرقت إيه من حاجات الإنسي قلت له إني ما سرقتش حاجة لأن ما قدرتش، فغضب مني وقال لي إنه هيسامحني المرة دي بس لأني ما عملتش أي حركة غبية ولأني لسه مبتدئة، وحذرني إني أكرر الغلطة دي مرة تانية، وقال لي ما ينفعش إن أروح اليوم التاني واستنى لحد اليوم التالت. أنا معرفش ليه بصراحة، لكني فرحت جدا لأني مش عايزة أشارك في سحرهم ولا عايزة أأذي حد. فضلت أفكر طول اليوم في فكرة تساعدني وعن مكان أقصده لو هربت، لأن طول عمري كنت عايشة في منطقتي وبلدي ومعرفش شيء عن أي مكان تاني غير بعض الأماكن اللي زرناها في مدرستي. المهم لما جه اليوم اللي لازم أروح أسرق من الشخص ده شيء، رحت ورجعت بدون ما أسرق أي حاجة، ولما رجعت كان الأستاذ غاضب جدا وراح أصدر قرار صادم في حقي. لكني فكرت في شيء يساعدني، وبسرعة أنا اتكلمت بصوت عالي وقلت استنى استنى، أنا ما حبيتش أجيب شيء عادي لأني. وهنا المدرس قاطع كلامي وقال لي ما حبيتيش تجيب شيء عادي لأنك إيه بقى؟ احكي. لأني لما وصلت للراجل كانت جرح في إيده ولفها بضمادة ودي هتكون عليها دم، فقلت هستناه ولما يشيلها هاخدها واجيبها لك. وهنا الأستاذ فرح كتير جدا وانبسط مني وقال بدأت تتعلمي بسرعة، أنا حبيت منك الشيء ده، بس يا ويلك إذا كنت بتكذبي عليا.
وطلب من بعض الجنود يروحوا علشان يتأكدوا من كلامي ويعرفوا إذا كان كلامي صح ولا كذب. وقتها أنا كنت مرعوبة جدا، وكل اللي جه في تفكيري إن هم هيموتوني لما يكتشفوا كذبي، لأن الراجل ما كانش متعور. وفجأة رجعوا الخدام، ولما دخلوا قالوا إنه فعلا الراجل متعور في إيده، والجرح شكله عميق لأن فيه دم باين برا الضمادة. أنا ما كنتش قادر أعبر عن فرحتي في اليوم ده، خاصة لأني اتأكدت إنه فعلا دي إشارة على إني بعمل الشيء الصح، وإني فعلا لازم أعتنق الإسلام. لكني مش عارفة حاجة لسه عن الدين ده، لأني ملحقتش أتعلم كتير وكشفوني أهلي. المهم أنا استنيت يجي الليل ورحت على بيت الراجل على أساس أجيب الضمادة، لكني فضلت ألف في البلد كتير لحد ما اتأكدت إن مفيش حد بيراقبني. وفجأة سمعت واحد بيقرأ قرآن، دخلت وشفت جماعة من الجن، وكمان كان فيه ملايكة قاعدين بيستمعوا للإمام وهو بيرتل. فلما شافوني حكيت لهم على قصتي وطلبت منهم مساعدتي، فطلبوا مني إن أنطق الشهادة، لكني وقتها رفضت علشان مش عايزة أدخل الإسلام وأنا عارفة أني هكذب، علشان الكذب شيء مكروه في الدين الإسلامي. وقالوا لي لو هربت أبقى أروح بلاد العرب، وإني أدخل لأي مسجد لأن الشياطين ما تقدرش توصل ليه أو تدخل جوه المسجد، خاصة لو كان في حد بيقرأ قرآن. وكمان إني أستنى لموعد الأذان وبعديها أنطلق، لأن هم بيضعفوا وبيستخبوا، الشيء ده هيأثر عليهم وهيخليني أكسب شوية وقت زيادة. وفعلا أنا رجعت لمدرسة السحر وجاوبتهم لما سألوني عن الضمادة وإني ليه ما جبتهاش، فقلت لهم إني استنيته كتير لكنه نام وما قدرش يقوم يصلي الفجر، وعرفته إن الإنسان ده بيعمل كل أعماله في النهار حسب ما فهمت. فسكت الأستاذ شوية لأنه بدأ يثق فيا، وهنا هو قال لي: طيب ماشي، لكن تروح الصبح تجيب الشيء المطلوب منك، لأن دي آخر ليلة نقدر نسحر فيها، لأنها ليلة اكتمال القمر. أنا استنيت لغاية ما قرب وقت الظهر وانطلقت مباشرة اتجاه بلاد العرب، وموقفتش لغاية ما خلص الأذان ودخلت المسجد واستخبيت فيه. والشيء اللي فرحني في بلاد العرب إن لما الأذان بيقف في مكان بيبتدي في مكان تاني، والشيء ده ساعدني إني أعبر دول كتير لحد ما وصلت للوجهة اللي كتبها لربنا. أنا كنت تعبت جدا من الطريق، ولأني في بلاد بعيدة عن بلادنا فأهلي مش هيعرفوا يوصلوا لي بسرعة، ولا هيقدروا يتوقعوا إن في بلاد عربية. أكيد هم هيدوروا أول شيء في أقرب المناطق وفي الكنائس وعند معارفي، وبعد كده يبدأوا يتوسعوا. والشيء ده خلاني أرتاح شوية، علشان كده اتشكلت في شكل قطة وجلست جنب إحدى جدران المنازل، وسمعت صوت أطفال بيلعبوا في الساحة جوه البيت. ولأن وقتها كانت الساعة 3 بالليل والمفروض ولاد الإنس يكونوا نايمين في الوقت ده، فأنا اتخضيت من النوم ورجعت لشكل واحدة ست وهربت. لكن في واحدة منهم قدرت تشوفني وانا بتحول من قطة لست، والغريب انها ما صرختش ولا خافت عكس بقية الاولاد اللي فضلوا يصرخوا علشان شافوا قطة غريبة. انا مش هخبي عليكم لان صورة البنت دي فضلت في خيالي وما فرقتنيش، واصبحت على طول بفكر فيها لاني مستغربة وبحاول افهم ازاي البنت دي ما خافتش مني
ولا عملت أي رد فعل. بالنسبة لينا إحنا كجن ما بنحبش يكون عندنا تواصل مع البشر، يعني زيكم بالظبط. وكمان بنشترك معكم في نقطة تانية، وهي إن فضولنا لاكتشاف عالمكم بيخلينا نحاول نعرف عنكم معلومات، لأننا زي ما أنتم بتخافوا مننا إحنا كمان بنخاف منكم، لأنكم مصدر تهديد بالنسبة لينا، علشان تهوركم بيخليكم تصطدموا بينا من غير ما تحسوا، وأحيانا بتقتلوا أطفالنا أو تعوروهم من غير ما تقصدوا طبعا، وحاجات كتيرة بتعملوها بالخطأ. علشان كده إحنا بنتفادى تواجدنا في نفس المكان معاكم، وبنخاف منكم عكس الشياطين اللي بسبب كرهها ليكم بيخليهم يحاولوا يفضلوا معاكم على طول، ويحاولوا يغووكم ويستهدفوكم علشان يؤذوكم ويقلبوا عيشتكم لرعب. لكن فيه نوع من البشر بنشترك في الخوف منه احنا والشياطين، ومستحيل نأذيه بشيء، وهو الشخص الصالح اللي بيتقي ربنا وبيحصن نفسه دايما. ده بنشوف نور محيط بجسمه بيحميه من أذانا ومكرنا. المهم أنا توجهت للمسجد، وهناك اتعرفت أكتر عن الإسلام والمسلمين، وزاد حبي ليهم، خاصة أهل الصلاح اللي قلوبهم مليانة حب ونور. واعتنقت الإسلام رسميا وأصبحت مسلمة الحمد لله، وربنا يكرم الجميع بالهداية لدين الحق. ومن بعد ما مشيت على الطريق المستقيم بقى عندي شيء أحارب به الشياطين والأبلسة اللي بيحاولوا يعترضوا طريقي، واللي كانوا بيجوا علشان يرجعوني لبيت أهلي ويقتلوني. فضلت أهرب منهم من مكان لمكان، وأنا متذكرة البنت الصغيرة، وما كنتش عارفة ليه هي ثابتة في بالي ومش قادرة انساها، مع اني قابلت غيرها كتير كانوا زيها مش خايفين مني، والبعض منهم القى علي السلام واتكلموا معايا كلام زي ان كنتم من اتباع الله ورسوله لن تؤذونا ولن نؤذيكم بشيء. المهم حاولت ادور على السكن علشان اعيش فيه، لكن مع الاسف ما كنتش قادرة الاقي اي مكان، لان اغلب المنازل المهجورة بالنسبة لكم كانت فيها عائلات من الجن والشياطين، واحنا زيكم ما بنرضاش يدخل علينا حد غريب ويستولى على بيتنا وخصوصياتنا. علشان كده بنحاربكم احيانا لما تدخلوا على منطقة سكننا فيها، لأنكم اتعديتوا على حرمانيتنا. المهم كنت أغلب أوقاتي بقضيها في المساجد، لأن أصلا بخاف انتقل لمكان يقدروا يدخلوه بسهولة، بالرغم أني عندي سلاح القرآن، لكن كنت بخاف كتير أنهم ما يتمكنوا مني بسبب خبثهم ومكائدهم. فضلت ادور على حلول تناسبني، فسألت احد الجن داخل المسجد على البنت وازاي اوصل لها بالرغم اني معرفش عنها حاجة، ده انا معرفش حتى اسمها ايه ولا السبب اللي خلاني افتكرها ولا ايه السبب كمان اللي خلاني ادور عنها او عن اي شيء يوصلني بيها. انا ما كنتش عارفة حاجة، لكني كنت اتمنى اني اشوفها ولو لمرة واحدة، وكأني كنت عارفة انها كانت فتاة مميزة. المهم بعد ما سألت الجني هو اقترح علي حاجة وقال لي: طيب ما ترجع للمكان اللي شفتها فيه اول مرة، يمكن تلاقيها هناك. وانت مفكر اني ما رحتش هناك وما دورتش عليها؟ انا عملت كده فعلا، لكن مع الاسف ما قدرتش المحها مرة تانية، خاصة اني بروح وارجع متخفية
لأن الشياطين بيدوروا عليا ومش هيسيبوني غير لما يخلصوا عليا. يا بنتي حاولي مرة واتنين وتلاتة كمان، ما دام لسه متذكراها لحد دلوقتي يعني لسه فيه شيء بيربطك بيها، لكن لسه ما أنش الوقت المناسب علشان تعرفيها. وفعلا مر 6 سنين بعمر الإنسان، وأكيد حصل تغيرات كتير على البنت، لأن أنتوا السنة الواحدة كافية إنها تغير فيكم حاجات كتيرة عكس طبيعتنا. أنا وقتها قررت أروح للمكان اللي شفتها فيها أول مرة واسأل عمار المكان عنها، يمكن يقدروا يوصلوني لأي معلومة عنها. وبالفعل أنا سألتهم مباشرة وعرفوها وقالوا لي عنها معلومات زي ما كان سكنها بالظبط وإزاي ألاقيها. ويمكن لأنهم كانوا مسامعين المعلومات من أهل البيت لما بيتكلموا ويجيبوا سيرتها وسيرة أهلها، فقلت لهم يمكن أنهم اتغلطانين في البنت وتطلع مش هي اللي بدور عنها، فلازم يتأكدوا الأول. فهم اتقالوا لي أنهم متأكدين أن هي نفسها لأنهم كمان لاحظوا تميزها. فعرفتهم اني ما اقدرش اغامر واروح ادور عليها، لان بجد كنت خايفة من الشياطين او من اي حد من اهلي يقدر يوصل لي في طريقي وانا رايحة ادور عليها. علشان كده اتفقت معاهم انهم لو لمحوها يدولي خبر. وفضلت ادعي لحد ما في يوم من الايام جالي خبر من احد الجن الصالحين وقال لي ان في حفلة في البيت الفلاني، وعمار المكان بيأكدوا ان البنت اللي بسأل عنها هتيجي مع اهلها. وبالفعل جات البنت وشفتها ولمحتني، لكن ما تكلمتش باي حرف واكتفت فقط بتجاهلي. ما خبيش عليكم، أنا استغربت وفي نفس الوقت غضبت شوية، لأن ليه أنا بربط نفسي وبخاطر بحياتي علشان أتواصل معاها وأعرف إيه السر اللي علقني بيها وهي في المقابل بتتجاهل وجودي، وكنت على وشك العودة للمسجد. ولما شفت أحد الشياطين عمال يقرب من مكان وجودي استسلمت للأمر الواقع علشان ما كانش وقت أذان ومش هعرف أهرب. وفضلت أقرأ في آية الكرسي لحد ما وقفت البنت قدامي وغطتني بظهرها، وكأني سمعت الأذان ملا المكان فجأة. ما خبيش عليكم، أنا كمان زيكم ما قدرتش أحدد مصدره ولا قدرت أفهم إيه اللي بيحصل، وما شفت الشيء غير ان الشيطان اول ما سمع الاذان هو كمان فر وهرب من المكان بدون ما يشوفني او يحس بوجودي. في اللحظة دي انا قلت الحمد لله وفهمت ان البنت دي فيها شيء وهتحميني. وبالفعل فضلت امشي معاها واتبعها في اي مكان تروح لي، ولو أحس بخطر قرب منها مسافة صغيرة أسمع أصوات التكبير والأذان أو أسمع صوت القرآن يعلى ويكبر، لحد ما جه اليوم اللي البنت بقت بتكتئب وتفقد شغفها في الحياة، والشيء ده سلط عليها مجموعة كبيرة من الشياطين وخلاهم يترصدوا ليها علشان يأذوها وينتقموا منها، لأنها كانت بالنسبة ليهم لغز. ولو فضلت سعيدة وراضية وفضلت تقول الأذكار وتقرأ القرآن وتحب تساعد كل الناس، لو استمرت على كده هتقدر تأذيهم وتحاربهم. وعلشان كده ما صدقوا إنها اكتئبت
واستغلوا الفرصة دي وبقوا يروحوا لأي حد بتحبه ويفضلوا يوسوسوله علشان يبعد عنها ويتعبها في حياتها. وبالفعل نجحوا ان هم يطفوا الحياة في عيونها لحد ما بقاش يهمها اي شيء غير انها تموت وترتاح من كل شيء شافته وعاشته. في الوقت ده جه الراجل لخطبتها، ولما شافها اتعلق بيها تعلق غريب ورفض انه يسيبها، وقال لأهلها ان الجوازة هتتم بعد كام شهر، بس انا كجنية كنت قادرة اعرف ان الشخص ده سيء وعنده جن كافر بيساعدوه وهم اللي دلوها عليها علشان يضموها ليهم لانها بالنسبة لهم مكسب. اكمل ليكم بقى انه بالرغم ان البنت ما كانتش شايفة معاها اي حد، لكنها كانت حاسة ان فيه شيء غريب فيه، فكانت بتحاول تبوظ الخطوبة، والحمد لله انها قدرت وتفركشت الخطوبة رغم الصعوبات اللي واجهتها علشان يتم الامر ده. كل ده وانا لسه مستنية اي فرصة لغاية ما تلمحني مرة تانية او تقدر انها تسمعني علشان اقدر اتواصل معاها واعرف منها واستفسر عن امور كتير. فلقيتها هي اصلا مهتمة كتير بتفاصيلنا وبعالمنا، وكل صاحبتها كمان عندهم انتماء وحب غريب لعالمنا ولمعرفته ولاكتشافه. كان عندهم في العيلة واحدة ست معروف عنها انها بتزور الصحراء وبتستعين بيهم والكلام ده، وكان في واحدة منهم مش ظاهر عليها اي شيء، بتشتغل من سكات ومش بتبين اي حاجة، بالعكس دي كان كلامها كله وكان قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، ومفيش حد قدر يعرف عنها شيء الا شخصين من العيلة الاولى. وهي سكتت بعد ما اتكلمت واخدت جزائها، اما العيلة التانية فما سكتتش لغاية ما كشفت وشها الحقيقي قدام العيلة. القصة دي انا هحكيها لكم في وقت تاني ان شاء الله. المهم لما كشفت الست دي فبالتالي هي عملت ليها سحر علشان تنتقم منها، والشيء ده خلاها تتعمق في الامور المتعلقة بالرقية والتحصين، وخلى عندها تواصل قوي مع العالم الاخر اللي كانوا حابين يساعدوها ويتواصلوا معاها. واول ما نجحت في الامتحان اللي كانوا عاملينه ليها علشان يقدروا يعرفوا اذا كانت البنت دي طيبة او شريرة، واذا حبت تكون مع الشياطين وتخدمهم او حبت تساعد الناس لوجه الله وتعالجهم. المهم قبل ما يكتمل عندها التواصل انا غبت عنها فترة لان كان فيه امر عايزة اكمله. في الفترة دي انا تعرضت للتحرش من الشياطين، وكانوا بيطردوني هم وخدام السحر علشان يخلوني اساعدهم في وضع الاسحار في بيتها لاني كنت مقربة منها فترة كبيرة، فاضطريت اني اوافق علشان اهرب منهم. والشياطين والخدام ما راقبونيش المرة دي لانهم ما تطمنوا ان في كل الحالات هيقتلوني الجنود اللي حواليا لان هأذيها، فانا دخلت عندها ومنعوني جنودها اني اقرب منها، وبدأوا يجروا ورايا علشان يسجنوني لاني انا كنت خادمة السحر بما ان السحر كان موجود معايا. اثناء ما كنت بجري لمحتني فسألت عني وطلبتني مباشرة امامها، وفي اللحظة دي عرفتها اللي حصل معايا واني طلبة مساعدتها واني اضطريت اجلب معايا السحر علشان اهرب منهم واني مش ناوية اذيها باي شيء. فسألتني عن اسمي وعرفتها بيه، وقالت لي ان مرحب بي وسطهم وان شاء الله
هلاقي الملجأ والأمان مع مجموعتها، لأنها بتمتلك ملكة أصبحت مسلمة هي كمان، وتملك قبائل مش مسموح إني أذكر أسمائهم أو أعرفكم بيهم أو حتى أعدادهم، لأنها كانت عارفة صدقي وحاسة بيه. وبالفعل أنا حاليا وسطيهم ومعاهم والحمد لله، مقدرش ولا أي حد يقرب مني، لا من الجن العاصي ولا من الشياطين. بعدها هي قدرت تفتكر إنها شافتني قبل كده فين، لأنها في الفترة اللي شافتني فيها لما كنت ملازماها كانت لسه ما تقدرش تتواصل، ولا كانت البصيرة عندها مفعلة كليا. ودي كانت قصتي باختصار. أنا حبيت أعرفكم بعض الأمور عني وعن عالمنا، وأتمنى إن هي تعجبكم. وهنا تكون أحداث الجنية خلصت، وإن في أي حاجة جديدة عرفتها عنها أكيد هبعتها لكم وهتسمعوها، وأتمنى إني أعرف رأيكم عن القصة دي في التعليقات. كانت معكم دلال، مع خالص تحياتي لكم جميعا. وبكده قصة النهاردة أو اعترافات الجنية تكون خلصت. اللي فعلا دلال شوقتني زي ما شوقتكم انتم كمان اننا نعرف بقية الاحداث ومعلومات اكتر عن العالم الاخر، عالم ذو الحرفين. التجربة المرة دي بجد مختلفة، لانها مش على لسان البشر، لا دي على لسان الجن ذات نفسه. انا شخصيا ما سمعتش حاجة زي دي قبل كده، غير يمكن مرة واحدة من صحفي عمل حوار مع جني اسلم، والجن ده اتكلم عن بعض التفاصيل عن عالمهم. المهم احنا كلنا بنشكر دلال اللي في كل مرة بتبهرنا بالتجارب والاحداث اللي تبعتها للقناة، وخاصة التجربة دي، واتمنى انها تبعت لنا التكملة ان شاء الله. وبنشكر طبعا علاء حسان على اعادته للصياغة، وعلاء العزيزة على اخراجه لهذا العمل الرائع، واتمنى ان اكون اديت دور الجنية بشكل كويس، واللي احب اعرف رأيكم في ادائي من تعليقاتكم. المهم فضلا وليس امرا الى اعجاب بالحلقة، الاشتراك في القناة، وتفعيل جرس الاشعارات علشان يوصل لكم كل جديد، وتعليق طبعا عن اداء ومحتوى النهاردة سواء بالنقد او الاعجاب. واللي عنده اي تجربة عاشها او قصة سواء مؤلفة او حقيقية او مستوحاة من احداث حقيقية وحابب يسمعها هنا على قناتكم، قناتكم انتم، قناة حواديت رعب، ما يترددش ويبعتها لفريق العمل اللي رابط التواصل معاهم هتلاقوه اسفل شاشة العرض. والاهم دلوقتي هو الاستماع الكامل والمشاركة بالحلقة دي وكل الحلقات اللي فاتت في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، علشان القناة تتعرف على نطاق اوسع ونحقق الهدف الحالي، وهو الوصول للمئة الف مشترك ان شاء الله. كان معكم فرقان المدني، في رعاية الله وحفظه، ودمتم طيبين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.